الأوكرانيون يعززون مواقعهم نحو شرق البلاد بنقل المدفعية الثقيلة واستخدام صواريخ هوريكان على حدود القرم. يصعب الحديث الآن عن صعوبات تدبير الأحجام العسكرية المتوقعة لأنها استقرت أولاً بإعلان انسحاب جزئي لروسيا بعدما رفعت قواتها ب400%، ولتكريس الوضع القائم فإنها تحاول سحب 200% لإبقاء 200% أخرى مرتفعة عن السياق الذي كان فيه قبل هذه الأزمة. ثانياً الحرب الإلكترونية، وقد دخلت أجيال جديدة، خصوصاً إدخال الدرون ضمن المهمة الخاصة للملاحظة SMM للـ OSCE على خط دونيسك، وهذه المجموعة الآن هي تراقب الوضع بشكل كامل تكريساً لمينسك أو اتفاق مينسك الثاني. وفي نطاق المسؤولية للفيلق 92 للقوات الأوكرانية، فقد تم إيقاف الإشارات الخاصة للدرونات الموجهة للمراقبة الخاصة لـ OSCE لمدينة زولوت باستخدام الحرب الإلكترونية. وهناك فرقة متحركة تحت الرقم 305 من الفيلق الأوكراني للحرب الإلكترونية، تحريك دبابات T-64، تموقع الفيلق 92 المؤلل وبأنساق جديدة 9K-33 أوزا في الفيلق 80، حضور طائرات 4 من طراز اليوروفايتر، وهناك RQ-4 التي انطلقت من السعودية اتجاه أوكرانيا. وإن أمر شويغو ببدء الانسحاب يوم 23 من أبريل إلى مواقع للجيش الدائمة كما سماها، أي المواقع الأصيلة لحركة الجيش الروسي، فيما يبقى حقل التدريب بوكونوفو من جهة قرب فورونيتش، وتبقى كل آليات الجيش 41 قائمة. كذلك بالنسبة للفيلق المؤلل، كل الفيالق المؤللة، وهناك انسحاب للدبابات. ولا تزال الفرق الهندسية وفرق الحماية الكيميائية والدفاعات الجوية والمدفعية وأيضا الصواريخ البالستية والصواريخ القصيرة المدى والمدافع الذاتية الحركة MSTES لا زالت تعمل إلى الآن. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. اليوم الخارطة واضحة بشأن الانسحاب الروسي الموهوم، لأنه رفع من أصل الوضعية التي كانت عليها القرم ب400%، لكنه اليوم السحب سيكون في حدود 150%، وبعض الأحيان في بعض القطاعات، خصوصا بالنسبة للفرقة الكيميائية والدفاعات الجوية والقصيرة المدى، كلها بقيت على ما هي عليه. إذن هناك حالة رفع في بعض القطاعات ب400%، مما يعني أن هناك قطاعات عسكرية محددة ومعينة هي التي سحبت بعضها، خصوصا أن الكل راجع قضية السلاح النووي، هل بقي أم لم يبقى. لكن هذا على صعيد ما يسمى بالحرب الكلاسيكية، السلاح النووي من الاتجاه الآخر. هناك ترتيب جديد مع الدرون الذي أتى به الأمريكيون من السعودية. فبالنسبة للآر كيو اليوم موجودة كلها تقريبا تعمل من داخل دونيسك وفي قلب القرم، وانطلاقا من السعودية مباشرة على مهام روسية. تخيلوا أن الوضع العام اليوم لتثبيت مدى التفوق الأمريكي، فقد انطلقت الآر كيو مباشرة من السعودية وقامت بمهمات في القرم، وبعدها عادت مباشرة إلى دونيسك ومنه إلى كييف. لقد كانت هذه مهمة شاقة وغير مسبوقة، لكنها أكدت أن الأمريكيين يمكن أن يحركوا الدرونات أساسا كسلاح رئيس ضد روسيا، وهو نفسه ما نراه مع تركيا، إذ أن تركيا اليوم هي التي تسعى بكل قوة من أجل الوصول
إلى منافسة التواجد في الإطار العملياتي والإجرائي المباشر على الأرض. ولذلك فإن البيرقدار التي أثارت بوتين ومكتبه وراسلت بشأنها روسيا الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إبعاد البيرقدار وإحضار الدرونات الأمريكية، لأن هذا مفهوم، أن يكون الدرون الأمريكي مفهوم على القرم وفي أجوائها. لكن الذي جعل بوتين ينفعل هو وجود البيرقدار المعتمد من طرف الـ OSCE، هذه المنظمة التي تدعم مينسك وتدعم وقف إطلاق النار، وهذه المجموعة هي التي تحاول اليوم أن تركز على صعيد المراقبة بخصوص البيرقدار. هذا الذي جعل كما قلنا بوتين يتصل مباشرة بمكتب بايدن، وهذا تطور ملموس، لأن أحد الأسلحة أثارت روسيا إلى هذا الحد. وعندما أدرك الأمريكيون مثل هذه الحساسية تجاه سلاح الدرونات، قام الأمريكيون باستعراض خطير جدا انطلاقا من السعودية وباتجاه أوكرانيا لتنفيذ مهمة في القرم، وكان هذا بمثابة تحدي كبير وغير مسبوق بالنسبة للتقنية الأمريكية. هذا الذي أراد به أن يكسر الأمريكي نفسية بوتين أكثر. فعندما رفض بوتين أن يكون البيرقدار ضمن آليات المراقبة على وجه التحديد، فإن الأمريكي استطاع أن يؤكد أن سلاح الدرونات هو ربح خالص للغرب. على العموم فكانت هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن البيرقدار لماذا تخوف منه بوتين وروسيا عموما؟ لأن طاقة التجسس وطاقة التعاطي مع التصوير عالية جدا، رغم أن الشركة الكندية التي كانت توجه الكاميرات إلى هذه إلى البيرقدار TB2 توقفت نتيجة ضغوط تعلمونها مع ناغورنو كاراباخ، وهذه الانعكاسات واللوب الأرميني الذي بلغ أخيرا أنه أعلن معه الرئيس الأمريكي أن ما حدث في ترحيل الأرمن هي جينوسايد أو تطهير عرقي بين قوسين، أو الأمر يتعلق بمذبحة. على كل حال أيا كانت الترجمة، إذن اللوبي الأرميني كان قويا مع الكنديين وأوقفوا الكاميرا. فمن أين أتت الكاميرا الجديدة التي يخاف منها الروس وكاتبوا بشأنها؟ هذا هو الخطير، لأن اليوم هناك ترتيب على أساس أن الكاميرات التي لدى البيرقدار هي الأكثر تركيزا وجودة، وهذا مهم جدا بالنسبة للحظة الأولى التي يمكن فيها إعادة التقييم حول هذه النقطة تحديدا. بالنسبة للمسألة الثانية أن البيرقدار يمكن أن يدار من تركيا، ولذلك فإن قضية الصور والروس لا يثقون بالأتراك، لأنهم قد يطلقون بيرقدار وقد تكون كل الصور موجهة مباشرة إلى تركيا وليس إلى المجموعة، ولا يمكن تقنيا حسب الروس وحسب منطق الوثيقة السرية التي لديها حقوق لهذا لا أستطيع نشرها. فبالنسبة لهذه الوثيقة تؤكد شيئا مركزيا للغاية، هو أن بالنسبة للبيرقدار فإن التقنية، المجال التقني لإحاطة هذه البيرقدار بأنها تسلم الصور فقط ويكون الإرسال فقط موجها إلى المجموعة الـ OSCE، ليست هذه خلاصة يثق بها الروس. لذلك فهم يعتقدون بإمكانية التكنولوجيا التركية أن تصل إلى اقتسام أو مشاطرة أو مشاركة مكاتب داخل تركيا لنفس ما لدى البيرقدار الموجه تصويرها أساسا وحصرا للمجموعة. إذن هذه هي العملية. لذلك فالتقرير التقني الذي سلمه عن طريق مينسك 2، فقد تسلم الفرنسيون على وجه التحديد هذه المادة التقنية التي يؤكد فيها الروس
أن البيرقدار التركي يمكن أن يشارك صوره مع قواعد أو أكثر من قاعدة من داخل تركيا، وأنه لن يكون حصرا لأن الإمكانية التكنولوجية لن تسمح أن يكون ما التقطته البيرقدار تي بي 2 موجها حصرا إلى المجموعة كما قلنا. هذه النقطة التقنية الثانية. النقطة الثالثة الواردة في التقرير، هناك قوة يراها، وهذه نقطة مهمة جدا، قوة يراها الروسي بأن لدى البيرقدار وليس لدى غيره، أي أن هذا الدرون التركي يتميز بشيء غير الذي عند الآخرين، خصوصا الأمريكيين والبريطانيين الذين سمح لهم بوتين بأن يكون لدروناتهم مثل هذه العملية. لقد قال التقرير بالحرف الموجه إلى مينسك 2 إن البيرقدار يمكن أن يصور على بعد منخفض للغاية، مما يجعل الأرقام بعض الأرقام السرية جدا من والتابعة لأمن روسيا مهدد أصلا، يعني ونتيجة وجود حروب ما بين كل من تركيا وما بين روسيا، فإن استغلال بعض المعلومات الحساسة من مينسك 2 إن استغلت من طرف البيرقدار فإنها ستكون في صالح الأتراك، وهذا سيؤثر على الأمن القومي الروسي في الإطار العمليات الصرف التي يحترمها الأمريكيون والروس على حد سواء، لأن هناك أيضا في التجسس هناك سقوف محددة لا يمكن الاختراق أن يكون أكبر مما يجب أن يكون. على كل حال فإن هذه النقطة تجعل الأمور أكثر تعقيدا بالنسبة لما يجري عليه الحال الآن في القرم. وفي نقطة أخيرة، فإن تقرير مينسك الموجه إلى بايدن على وجه التحديد فإن قراءته تكفي للقول أن مسألة الدرونات التركية إلى الآن عن طريق الكاميرا وعن طريق أيضا التصوير المنخفض العلو امتياز على الدرونات البريطانية وأيضا الأمريكية، لكن النقطة ليست هذه، فهم يقدرون قضية البيرقدار في ما يسمى بالطيران الثابت، فهناك إمكانية لتصوير أفلام والبيرقدار لا تزال ثابتة في مكانها، فيمكن إطلاق تصوير عالي الجودة لحركة جنود بشكل مكشوف قد يهدد بالفعل حياتهم عبر رشاشات أو عبر غيرها. لذلك فإن ما يسمى بالنقل المتزامن والذي يمكن من خلاله استغلال هذه المعلومات ومراقبة وضعية وقف إطلاق النار إلى وضعيات قتالية أخرى بشكل متزامن، وهذا الذي يهدد بشكل كبير جدا ما سمي لدى الروس الأمن القومي الروسي في جنوب روسيا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.